بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنضم بقى المحاضرة الرابعة والخامسة مع بعض، عشان المفروض دي آخر محاضرة، وإن شاء الله دي محاضرة اللي هي بتاريخ 27/12/2020، وإن شاء الله هتبقى تشمل محاضرة بتاعة 3 يناير. هناخدها بالمرة احتياطي، عشان إيه لو ما لحقناش نخلص في المدرجات يبقى إحنا خلصناها هنا على النت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كان في جزء صغير في شابتر 3، جزء صغير جدا، ان بيثبت ان الانرجي ترانسفير ممكن تبقى انتراموليكولار. احنا قلنا انها انتراموليكولار في الغالب، لكن ممكن هنا حركه ذكيه اثبتت انها انتراموليكولار، فجابوا جزء. تعال خلينا المثال بتاع النفتالين والبنزوفينون. طبعا كان في المثال اللي خدناه كان البنزوفينون لوحده والنفتالين لوحده. هنا بقى عملوا حركة جميلة، ان ضم الجزيء خلى الجزيء يحتوى على بنزوفينون مويتي ونفتالين مويتي، وبينهم مجموعة CH2 ديت ممكن تبقى واحدة، ان دي ممكن تبقى واحد او اثنين او ثلاثة. لقى ان بيحصل انتراموليكولار انرجي ترانسفير في الجزيء ده. يعني ايه ان بيحصل انتراموليكولار؟ يعني انا بديله اكسيتيشن للان باي ستار بتاعت البنزوفينون، وبلاقي طلع لي فوسفوروسينس اكوردنج تو نفتالين باي باي ستار. لما كانت ال N بواحد واثنين وثلاثة كان بيحصل فوسفوروسينس اكوردنج تو باي باي ستار بتاعت النفتالين، جاي زود ال N خلاها 4، لقى مفيش فوسفوروسينس، فعرفنا انها بتبقى انترامولكيولر لغاية واحد واثنين وثلاثة. دي بس الحتة اللي كنا ما قلناهاش في شابتر 3. هنبدا النهارده بقى شابتر 4. وشابتر 4 ده زي ما احنا قلنا ان هناخد ذا كاينيتكس او فوتو فيزيكال بروسيسز. لازم نقول تعريف الاول. في عندي حاجه اسمها ناتشورال لايف تايم وابزيرفد لايف تايم. الابزيرفد لايف تايم ده اللي بيتعين عمليا، وهنشوف ازاي بيتعين عمليا، اللي هو بقانون فيرست اوردر رياكشن. يبقى التاو اللي هو لايف تايم ده، ابزيرفد لايف تايم ده بيتعين عمليا. الناتشورال لايف تايم اللي هو تاو نوت ده تخيلي، ده تخيلي اللي هو عباره عن ايه؟ انا بتخيل ان ما عنديش، هنقرا كده حتى الكلام عشان يبقى الكلام منضبط. if we imagine a photophysical process زي مثلا الفلورسنس is the only process. ركز قوي معايا في كلمه the only process. the only process بتاعت debulbulating يعني هي السكه الوحيده اللي بتعمل debulbulating او بتفرغ او بتهدم الاس 1. كلمة دي بالدوبيوليتنج بالمناسبة يعني دي تلاقيها في القاموس برضه معناها لما يكون واحد كسر الفيزا فبيقول لك هنعمل له دي بوبيوليتنج هنطرده. يعني دي كده برضه ايه كلمة دي بوبيوليتنج كانت بتستخدم زمان في كمعنى انها لما يكون واحد عايزين يرحلوه فبيسموها دي بوبيوليتنج. المهم نرجع للموضوع بتاعنا. فاحنا اذا تخيلنا ان الفلورسنس بس هي اللي بتفرغ الاس 1، يعني بالعربي ما عنديش لا اي سي انترنال كونفرجن ولا عندي اي اس سي اللي هي ايه انتر سيستم كروسنج. الحاله دي بقى الزمن اللازم عشان يحصل تفريغ للاس 1، يعني واخدين بالنا بقولها بالعربي بس عشان نفهم كلام بالانجليزي هم قدامنا مكتوب احنا بنفهمها لكم بالعربي. يبقى الزمن اللازم لتفريغ الاس 1 لو كان ما عنديش اي سي ولا اي اس سي يبقى الزمن ده اسمه ايه؟ ناتشورال لايف تايم. ناتشورال ده اللي هو صعب تعيينه، ده الهدف من المحاضره اللي احنا بنعينه. يعني هدف المحاضره كل الاجزاء اللي جايه دي ان احنا بنعين ايه تاو نوت او كي اف او كي نوت. كي نوت اللي هي ايه؟ ناتشورال طبيعي، عشان تبقى ثوابت تتحط في المراجع يبقى معروف القيمه الطبيعيه لها. اما العملي خلاص بتعينه بزبط بعمل تجربه وبتعين. فدلوقتي هنقرا الجمله بقى من اولها. if we imagine a photophysical process زي الفلورسنس is the only بروسيس دي بوبيوليتنج ذا اكسايتد ستيت. في الحاله دي طبعا الفلورسنس هيبقى اس 1. زين ذا تايم تيكنج فور ذا ايميشن تو ديكي تو زيرو اسمه ذا ناتشورال لايف تايم تاو نوت اوف ذا اكسايتد ستيت اس 1 اند از ديفاين از ريسبروكال اوف ناتشورال ريت كوفيشن. تاو نوت بيساوي 1 على كي نوت، اور تاو اف مثلا بيساوي 1 على كي اف، تاو اف نوت بيساوي 1 على كي اف نوت. But because the occurrence of other decay processes عندي internal convergence عندي inter system crossing عندي chemical reaction اللي احنا طلعناها خالص من الموضوع بتاعنا، عندي chemical reaction وعندي عمليات كتيره جدا زي ما شفناها في الايه في المحاضره اللي فاتت، عندي حوالي 12 عمليه مختلفه كانت في صفحه 2 المحاضره اللي فاتت.
يبقى the observed lifetime which is experimentally measured will be shorter than the natural lifetime. shorter لان ثلاثة بيهدوا ال S1 غير لما واحد بس بيهد ال S1، يبقى التايم هيبقى في الاوبزرفد ايه؟ لايف تايم هيبقى از شورتر ذان ناتشرال لايف تايم. اقصى حاجه يعني لو ما كانش كده هيساوي، لو كانش عندي غير العمليه دي بس اللي بتهده اللي هي بتعمل دي ديبيوليتنج هيبقى بيساوي، لكن لازم في العام الاغلب هيبقى عندي اي اصغر منه. طيب في قانون صغير وهناخده بعد كده هنفهمه، يعني بيقول لك ذا ميجر ريت كوفيشنت فور مثلا فلورسنس از اكزامبل. احنا هنشتغل في الاول على فلورسنس عشان تبقى صوره واضحه. كي اف از ريليتد تو ذا ناتشرال لايف تايم باي ايكويشن ديتيل. ايوه الايكويشن دي بقى خلي بالك منها عشان هنستعملها كتير سواء لها او للفوسفورسنس. بيقول لك الكي اف اللي هي الاوبزرفد ريت كوفيشنت بيساوي اللي هو اللي بيهد لوحده اللي هو كي اف نوت اساس لوحده زائد other pathways to decay to decay S1. يعني هنا في المثال بتاع ده other pathway to decay S1. خلي بالك من كلمة other عشان يعني ايه هتتجمع على الالون، يعني خد بالك يبقى انا عندي الالون اللي هو العملية اللي انا عايزها دي natural، واي عمليات تانية يعني SKIC وKISC ممكن يتحطوا معاهم 50 حاجة، ممكن تحط معاهم الرياكشن، ممكن يحصل معاهم السكند اكسايتيشن، ممكن يحصل تكوين الاكزايمر. يعني ايه السكه دي مفتوحه عشان لو جت لي اي حاجه في الامتحان غير الثلاثه دول يبقى فاهم اي حاجه هتطلع لي هتحط في ايه اذر باسويز. يعني انا بعد كده قلت بتساوي ايه؟ بتساوي كي اف نوت زائد السمشن كاتب لك اول اذر ديكي باسويز. تمام؟ يبقى القانون ده مهم جدا هتستعمله لازم تبقى فاهمه. ان الاوبزرفد بيساوي الناتشرال زائد جميع السكك الثانيه اللي بتعمل لي ديكي للاي ستيت اللي عندي. طيب طبعا بيقول لك لاحظ ان الكي ديت هتبقى فيرست اوردر والقانون بتاع سكند ماينس 1 زي ما هنشوف دلوقتي. طيب نيجي بعد كده حته صغيره بيقول لك ذا اوبزرفد لايف تايم تاو كان بي ميجرد باي فلاش فوتوليسيس تكنيك. الفلاش فوتوليسيس ده عباره يا جماعه عن observation of emitted radiation as a function of time، يعني بيقيس تركيز مع زمن كأني بالظبط ايه؟ تفاعل كيميائي مع الزمن بدرس كاينتيك، وبطبق معادله الفيرست اوردر رياكشن. طبعا برسم علاقه بين القانون عندي لين اي نوت على اي تي بيساوي ماينس تي كي او تي على تاو. برسم طبعا العلاقه بتاعت الفيرست اوردر بين لين اي تي اللي هو التنس عند اي زمن مع التايم، وبيطلع لي خط مستقيم الميل بتاعه ماينس كي او ماينس واحد على تي. يعني ايه؟ عشان بس تبقى عارف ازاي تعين العمليه. ندخل بقى في الموضوع الاساسي بتاعنا ذا كاينتكس اوف انترا موليكولر. انترا موليكولر خلي بالك مره جت في امتحان ذا كاينتكس اوف انترا موليكولر جاء واحد كتب كل حاجه في الانتر موليكولر، فدي اهم حاجه تخلي بالك. انا بحط طبعا في الامتحان تحتها خط انترا موليكولر، يبقى دي سكه والانتر موليكولر سكه ثانيه. يعني دي فيها شرح مثلا نص ساعه والتاني فيها شرح ربع ساعه. تيجي انت تغلط في انترا وانتر ضيعت كل ده. فانا بركز جدا في حته ذا كاينتكس اوف انترا موليكولر. الانترا موليكولر هيبقى عندي فلورسنس فوسفورسنس ترنال كونفرجن انتر سيستم كروسنج وانتر سيستم كروسنج الاي داش اللي هو السكه الثانيه اللي عايزينها حاجه. طيب دلوقتي هبتدي كده نتكلم على كينيتيك اوف فلورسنس. الهدف ان انا اعين الناتشورال الاوبزرفد ده بيتعين عمليه، يبقى الهدف كله اعين ثوابت البروسيس اللي عندي عن ايه الناتشورال بتاعتي عشان اعمل اي اثبات رياضي عشان اطلع كي اف نوت او كي بي نوت او كي كيو اللي هي كوينشر زي ما هناخدها في الايه في الانجل ترانسفير او اي حاجه. في سكتين لازم اعمل ثلاث حاجات أو في ثلاث حاجات. أول حاجة لازم أرسم الدياجرام، جابلونسكي دياجرام. دي حاجة. تاني حاجة أحط الإسكيم زي ما هناخدها كمان دقيقتين. تمام؟ وبعد كده أعمل الدريفيشن بتاعها. فأول حاجة الرسم، الرسم طبعًا زي ما شرحناها المحاضرة اللي فاتت لازم كلنا نبقى فاهمينها. أهو بيحصل أول إكسيتيشن من إس نوت لإس 1 دي أبسوربشن. ليتر إكسيتيشن. بعد كده طبعًا ده سهم إيه؟ سوليد. واخد بالك؟ تاني بيحصل بقى فلورسنس زي ما احنا قلنا ده سهم بيبقى مموج اللي هو ان راديتيف بروسيسز، والتاني بيبقى سهم ايه خط مصمت اللي هو بتاع العمليات اللي بيحصل فيها راديتيف.
يبقى فلورسنس هتبقى سهم زي ما انت شايف، الانتر انترنال كونفرجن طبعا سهم مموض، في عندي سكه انه يروح للتريبلت اللي هو انترنال كونفرجن انتر سيستم كروسنج، في بقى حتتين بتوع التريبلت دول اللي هم دي لسه مش هتخش طبعا، لو جات لك في الامتحان الفلورسنس يبقى ماليش دعوه بالايه بالحته بتاعت التريبلت اللي انا عامل عليها دايره، يبقى لان انت كلامك اصلا على الفلورسنس، بس انا قلت تبقى رسمه واحده عشان ايه تشمل الفوسفورسنس والايه فلورسنس. يبقى احنا لو كان عندنا فلورسنس مش هحط الايه الحته اللي عليها دايره دي بتدخل في الاثبات نمبر، يبقى اول حاجه هعملها ايه جابلونسكي دايجرام. نيجي بعد كده نعمل ايه الاكشن سكيم ريبريزنتنج ايه فلورسنس، لازم احط التيبل الجميل دوت اللي بيمثل لي العمليات كلها اللي هتعمل ديكي للايه او العمليات كلها اللي موجوده في الرسمه اللي انا رسمتها، العمليات كلها موجوده في الرسم. اول حاجه اكسايتيشن، الاس نوت هياخد اتش نيو وصل له اديني اس 1، يبقى الريت بتاعي بيساوي كي ابزوربت هيجي كي ابزوربت وفي مضروب في الاس نوت في الايه في الاتش نيو، يعني كي ثابت مضروب في الايه في المواد المتفاعله، اتش نيو تعتبر كانها ايه ماده من ايه وبي، ماده ايه بتتفاعل مع ماده بي. تمام. طيب ايه العمليات اللي هتعمل بقى دي كي؟ الفلورسنس اللي هي اس 1 هتديني اس نوت زائد اتش نيو فلورسنس، طبعا الويف لينس بتاع الاكسايتيشن غير الويف لينس بتاع الفلورسنس، عشان كده بنسميه ايه ويف تردد فريكونسي، الفريكونسي بتاع الاكسايتيشن غير الفريكونسي بتاع الفلورسنس، عشان كده مسميه عطيله تحت رمز اي اف. طيب يبقى ده هيديني كي اف نوت، الريت بتساوي كي اف نوت في الاس 1، والتاني انترنال كونفرجن هيبقى كي اي اس مضروب برضه في الاس 1، والانتر سيستم كلوسنج برضه بيساوي كي اي اس مضروب في الايه في الاس 1. هيجي واحد يقول لي طب انت اشمعنى حاطط نوت على الكي اف؟ خد بالك انا بتكلم على ستيت اس 1، الستيت اس 1 دي انا بتكلم على الفلورسنس، يبقى لازم احط نوت على الفلورسنس. طيب افرض انا هتكلم مثلا على الانترنال كونفرجن، يبقى كنت هنقل النوت عندي في الانترنال كونفرجن، افرض عايز اتكلم على اي اس سي يبقى انا هحط النوت ديت، يعني لازم كل ستيت لها نوت واحده، لها نوت واحده. طب واحد يقول لي طب ليه؟ طب ليه نوت واحده؟ لان انت اصلا من التعريف بتقول لي ايه؟ نرجع كده للتعريف، if we imagine ايه؟ if we imagine ايوه the photo process is the only process، يعني لازم يكون عندي واحده only اللي هي ام نوت اللي هي فيها نوت، يعني ما ينفعش احط نوت. طب ازاي هيبقى ذا اونلي بروسيس وانا عندي عمليتين؟ ما مش هينفع، يبقى لازم ذا اونلي بروسيس يبقى عندي واحده. والله عايز احطها في الفلورسنس كانت ماشي، مش عاجبك الفلورسنس عايز احطها على حاجه ثانيه، المهم تبقى نوت واحده عشان ستيت واحده. طب افرض انا عندي بقى بعمل فوسفورسنس عندي الاس 1 والتي 1 بيحصل لهم ديكي، يبقى كل ستيت لها نوت، هلاقي نوت واحده للفلورسنس ونوت واحده للفوسفورسنس، يعني كل ستيت ما انت حسب التعريف بيقول لك اف وي ايميشن البروسيس دي از اونلي تو ديكي مين ديكي مين ديكي اس 1 او تو ديكي تي 1، يعني اذا كل ستيت هيبقى لها نوت واحده، يعني عشان خاطر ايه ما تجيش كده في الوسط تشيل النوت، لو شلت النوت دي ممكن تنقص ايه درجه او درجتين، لان مش فاهم مش فاهم النوت دي، طب كده يعني انت بتشتغل بالشبه، لا فاهم النوت دي خاصه لكل ستيت واحد نوت واحده بس. طيب احنا خدنا في شابتر 1 ان كوانتم ييلد بتاع اي بروسيس بيساوي الريت بتاع البروسيس على الريت اوف ابسوربشن، الريت بتاعت البروسيس على الريت اوف اكسايتيشن. عندي تفاعل كيميائي كنت بعاني كوانتم ييلد ازاي؟ ويبقى محصله الريت اوف رياكشن على الريت اوف اكسايتيشن. طيب نفس الكلام كما سبق من شابتر 1، يبقى الكوانتم ييلد بتاع الفلورسنس بيساوي الريت اوف فلورسنس على الريت اوف ابسوربشن. طيب نبص للجدول الريت اهو، عندك الريت اوف فلورسنس موجود على ايدك الشمال اهي، اعمل لك على سهل ايدك اليمين، والكي بتاعه الاكسايتيشن هي اللي هي الريت اوف ابسوربشن موجوده عندك، يبقى هاخد الثابت ده اللي هو كي نوت اس 1 على كي ابسوربشن اس 1 اتش 2. خدها قاعده لجميع الشابتر ده، لازم الترم اللي في المقام ده يتشطب، هيطلع له حاجه تشطبه في المعادلات الرياضيه، يعني بتاع المقام كي ابسوربشن دي عمرها ما هتظهر عندي، والاس نو دي عمرها ما هتظهر عندي، تمام، والاتش نو برضه عمرها ما هتظهر عندي، اتش نو مش هتظهر. طيب نبتدي بقى نشوف هيعمل ايه بقى هنا، هنطبق الستيت ستيت على الاس 1.
طب وانت كل ما تحب تعمل حاجه تقول لي طب السيدي ستيت، لا انت مثلا كان عندك لمبه نيون نورتها في الاول الضوء لسه بيترعش، بعد كده بيثبت يبقى الاضاءه ثبتت. نفس الكلام في البدايه خالص كان الفلورسنس في اول لحظه ما قدرش طب، لكن ما قدرش طب السيدي ستيت لو الزمن مثلا 10 سنوات 6 سكند، لكن بعد فتره بيثبت، بيثبت التردد بتاعه معروف الفلورسنس بيبقى له سبكتر بيبقى معروف الويف لينس بتاع ثبت. ففي الحاله دي ثبت يعني ايه؟ يعني سرعه ما بيملى الاس 1 بتساوي سرعه لما بيفضي الاس 1، يعني ده بيملى وده بيفرغ، ده بيسموه اتزان ديناميكي. اتزان ديناميكي بالظبط زي يكون عندي برميل ميه في حنفيه عماله تنزل فيه ميه وفي خرم عمال يخرج الميه. اي واحد بيبص يلاقي ايه؟ سطح البرميل او حجم البرميل الميه ثابته، لا هي مش ثابته، هي الميه دي غير الميه كمان ربع ساعه، ليه؟ الميه بتخرج وميه ثانيه بتضاف اليها. نفس الكلام الاس 1 بتتملى والاس 1 عماله تخرج، يعني ايه؟ في ده سموه اتزان ديناميكي، رغم ان في ثبات لكن ايه؟ المواد اللي الجزيئات اللي جوه الستيت بتتغير. يبقى انا اقدر اطبق الستيدي ستيت على مين؟ على الاس 1. طيب هنشوف ريت اوف فورميشن اوف الاس 1. الاس 1 ما بتتكونش غير بالاكسيتيشن، تمام؟ الاس 1 ما بتتكونش غير بالاكسيتيشن. طيب والديكي بتاع الاس 1 ملوش بيتهدي بثلاث صور، فلورسنس انترنال كونفرجن كاي سي سي. طيب جالي بقى سؤال بقى ايه غلاسه في الامتحان، ايه هو؟ افرض انا دلوقتي عندي مثلا ايه اللي هي تايب اوف فلورسنس مثلا اللي هو النوع الثاني بتاع الايوسين اللي هو كان بيحصل، او النوع البي تايب اللي هو بتاع البايرين. الاس 1 هتتملى بكذا سكه بالاكسيتيشن، وهتتملى بسكه تريبلت، تريبلت مثلا ايه؟ انهيليشن، تريبلت تريبلت انهيليشن، او بسكه السيرمال اكسيتيشن، او باي سكه ثانيه. يبقى ده مش هدخل كده بقى ايه احفظ وعلى طول ريت اوف فورميشن جاي مصمم، لا خد بالك الريت اوف فورميشن اس 1 ممكن تتغير. اي نعم انا ما جبتهاش قبل كده في اي امتحان عشان ما اعقدش الطالب، بس هي تبقى فاهم ان ممكن الاس 1 دي تتملى بصوره ثانيه. طب الديكي برضه ممكن الديكي بصور ثانيه، ايه المانع يحصل ريفرس؟ ممكن يحصل اكسيتيشن من اس 1 لاس 2، ممكن يحصل تكوين اكزايمر، ممكن يحصل رياكشن. يبقى ما تجيش تقول لي قانون بقى ايه احفظه دوت واجيب، لا اي نعم انا يعني مش ناوي اجيب لك الحاجه الصعبه اللي تتعبك، بس عشان لما تيجي تقرا في اي كتاب وتلاقي معادلات مختلفه تبقى فاهم المعادلات بتتحط ازاي. طيب ندخل بقى في سكتنا بمساواه الطرفين عشان تطبق الستيدي ستيت، وهاخد الاس مشترك، هنتكلم بقى الطلبه بتفهم، هساوي الاثنين واخد الاس 1 مشترك سوري، هتطلع لي المعادله اللي هي قدامنا. طيب نعوض بقى في معادله كوانتم يلد فلورسنس، يعني هقسم الريت اوف فلورسنس على الريت اوف اكسيتيشن. لما اجي اعوض في المعادله طبعا المقام ده هتعمل البسط اللي عندي دلوقتي قدامي على الشاشه اللي هو بتاع الاس 1 هيتشطب مع المقام اللي هو موجود فين؟ اللي هو المقام اللي تحت ده بتاع بروسيس 1. يبقى اذا لازم الترم بتاع اللي قلت لك عليه اتش نيو ده بيتشطب عندي. يبقى اذا كوانتم يلد فلورسنس هيساوي كي اف نوت على الثلاثه مع بعض، الثلاثه دول مجموعهم مع بعض مين؟ اخذناها لسه وكنت بحفظها فيهم اللي هي كي فلورسنس اللي هي ايه؟ اوبزرفد. يبقى اذا كوانتم يلد للفلورسنس بيساوي كي اف نوت على كي اف. دي كده اول معادله. انا عمليا اقدر اعين كوانتم يلد بالفلورسنس، ده اقدر اعينه عند ريت اوف اكسيتيشن وعندي الضوء اللي طالع اقدر اعينه كيو فاي اف، وعمليا بعين كي اوبزرفد بالفلاش فوتولسيس. اذا كي اف نوت اللي هي الناتشرال لايف تايم ممكن تعينه. كاتب لك لاحظ لازم في الاثبات المقدار ده بيختفي وايه، وتاني حاجه لازم تخلي بالك منها ان اقدر اعين كي اف نوت عمليا. يبقى معادله واحد تبين لو كان عندي بقى خد بالك بقى بص للمعادله نمره واحد. طب افرض بقى امتى كوانتم يلد فاي اف بيساوي واحد؟ لما كي اي سي وكي اي اس سي بيساوي صفر. طب معناها ايه؟ معناها ان انا ما عنديش انترنال كونفرجن ولا انتر سيستم كروسنج. يعني معناها ايه تاني؟ يعني الديكي بتاع الاس 1 بيكون عن طريق مين؟ الفلورسنس. طب ما ده التعريف بتاعي، ان لو الديكي بتاع الاس 1 عن طريق بروسيس اونلي يبقى ده اسمه ايه؟ ناتشرال لايف تايم. يبقى اسمه ناتشرال لايف تايم. يبقى اذا انت عوضت عن كي اي سي وكي اي اس سي بصفر، يبقى الكوانتم يلد الفلورسنس هيساوي كام؟ هيساوي واحد. طب وده بيحصل؟ بيحصل، وجايب لك الماده اللي بيحصل فيها الكلام ده، 9 و10 داي فينايل انثراسين
دي لقوها عمليا الكوانتم ييلد الفلورسنس بيساوي 1، وعينوا كمان الناتشرال لايف تايم طلع ب 9.35 في 10 اس ناقص 9 سكند، 9.35 في 10 اس ناقص 9 سكند اللي هو عين الايه الزمن بتاع الناتشرال لايف تايم اللي هو الاوبزرفد لايف تايم كمان. تمام، يبقى ده كده خلصنا احنا الاثبات بتاع الفلورسنس. طيب ندخل بعد كده ذا كاينيتيك اوف فوسفورسنس، المفروض اسيبها لك لو انت يعني شاطر المفروض تعملها لوحدك ما اشرحهاش. ليه؟ لان انت هتعمل نفس الطريق. اول حاجه هتحط لي الجابلونسكي دايجرام، هتحط بقى الحتتين اللي هم بتوع الدي كي بتوع ايه التريبلت تي 1 اللي هو الانتر سيستم كروسنج داش، خد بالك داش ديت عشان في عندي انتر سيستم كروسنج بتملى التريبلت، وهنضيف كمان هضيف الفوسفوريسنس. طبعا خط هنا السهم بيبقى سوليد والتاني السهم ايه ارو بيبقى مموج وي في ارو. تمام، وهحط معدتين الريت كي بي نوت للتريبلت. ايوه شفت هنا بقى هتلاقي الكي بي برضه بنوت، ليه؟ ما عنديش غير نوت واحده للستيت، عندي نوت واحده. عاوز تحطها لي على كي اي اس بشرطه حطها، عايز تحطها انا اصلا عايز اعين كينيتيك للفوسفورسنس يبقى لازم احط النوت على الحاجه اللي انا عايز ايه اعينها. طيب اطبق انا بقى هنا ايه بكلم طلبه بتفهم، يبقى اطبق على طول الستيدي ستيت للتريبلت. طب التريبلت هتتكون بايه؟ ملهاش غير سكه واحده اللي هي كي اي سي مضروب في الاس 1 دي الايه السكه اللي بتعمل فورميشن للتريبلت عادي. طب وبتدي كي بايه؟ بحاجتين زي ما هو قدامك اهي، دي كي بحاجتين اللي هي 5 و6، يبقى بتتكون بالمعادله في التيبل عندي اللي هي هتبقى معادله 4 اهي، معادله 4 التريبلت ما بتتكونش غير بدي، يبقى الريت كونس الريت بتاعها بيساوي ايه؟ كي اي اس في الاس 1. تمام، ما تنساش ان انا جبت الاس 1، الاس 1 هي عندي خلي بالك عشان هحتاج القانون اهو، الاس 1 عندي الحته دي شايفها انت اهو. يبقى انا دلوقتي هطبق الستيدي ستيت على التريبلت على تي 1، هلاقي ايه؟ هلاقي ان كي اي اس سي مضروبه في الاس 1 هتساوي حاجتين اللي عندي اللي هو كي بي نوت مضروبه في التريبلت زائد كي اي اس سي داش مضروبه في تي 1. طيب ادينا هطبق الستيدي ستيت على تي 1 واخد التي مشترك وعوض بمعادله الاس 1 اللي كنت لسه موريها لك دلوقتي. تمام، وعوض في المعادله بتاعت كوانتم ييلد للفوسفورسنس، الفوسفورسنس اللي بتساوي ريت اوف الفوسفورسنس على ريت اوف ابزوربشن. طبعا الحاجه دي سهله تعملها انت، مش قاعد اكتب لك سطر سطر وقاعد اقرا معاك، انت ايه هتعمل اللي انا كاتبه ده؟ هتلاقي المعادله طلعت ايه؟ كوانتم ييلد للفوسفورسنس بيساوي كي اي اس سي مضروبه في كي بي نوت على قوسين، على قوسين. القوس الاولاني يا جماعه ده كل الباس وي دي كي للتريبلت، يعني التريبلت هيحصل لها دي دوبليشن بايه؟ بحاجتين زي ما انتم شايفين في جابلونسكي دايجرام، بالفوسفوريسنس وبالكي اي اس سي داش. جميل، طالما مجموع كل الدي كي باس ويز اوف تريبلت يبقى ده اقدر اشيل الترم اللي بين القوس الاولاني واسميه كي بي، لان دي كل صور الدي كي للتريبلت. الثانيه خدناها قبل كده اللي هي بتاعت الفلورسنس، دي كل صور الدي كي لمين؟ للاس 1. يعني اذا شوف هتلاقي نوت واحده خاصه في الاس 1 ونوت واحده بس للتي 1، ما تقدرش احط بقى النوت بالشبه في كل حته وبتاع كل ما لا يبقى فاهم. يبقى انا اقدر اقول المعادله دي بتساوي كي اي اس سي على مضروبه في كي بي نوت على كي بي مضروبه في كي اف. طيب كمان دقيقتين هناخد ان الترم الكي اي اس سي مقسوم على كي اف ده بيسموه فاي تي اللي هو كوانتم ييلد للتريبليت، كوانتم ييلد للتريبلت هناخدوه كده حالا ثواني يعني. يبقى اذا كوانتم ييلد الفوسفورسنس بتساوي كي بي نوت على كي بي مضروبه في فاي تي. تمام، حيث فاي تي هي الكوانتم ييلد بتاع التريبلت، دي ممكن اعينها عمليا لاي جهاز اي اس ار حيث الجهاز بيعين اي اود الكترون. يبقى اذا الفاي تي دي اللي هي فاي تريبلت اقدر اعينها عمليا. طيب عينت الفاي تي عمليا والكي بي بعينها عمليا، الكي فوسفورسنس بعينها عمليا، اي حاجه ما عنديش مشكله. كوانتم ييلد الفوسفورسنس برضه يتعينها عمليا. مين الوحيد اللي انا عاوز اوصل له؟ اللي هو كي بي نوت اللي هو الناتشرال ريت كونفيشن للفوسفورسنس، وده المطلوب بتاعي. يبقى اذا المعادله ممكن تتاخد فاي بي على فاي تي، فاي فوسفورسنس على فاي تريبلت تساوي كي بي نوت على كي بي.
المعادله الصغيره دي ممكن تجي لك في الامتحان، يقول لك بروف المعادله دي واشرحها اكسبلين. بروف هتحط الكلام اللي فات بالدايجرام بالبرزنتيشن، ست نقط بتوع البرزنتيشن. طب اكسبلين، اكسبلين لا افهم هي امتى، امتى ان الكيو الفاي بي تساوي الفاي تي، يعني امتى الكوانتم ييلد الفوسفورسنس يساوي الكوانتم ييلد للتريبلت ستيت، لما الكي بي نوت تساوي الكي بي. طب امتى الكي بي نوت تساوي الكي بي؟ بص كده فوق على ايدك الشمال في القوس اللي تحت في المقام ده اهو، امتى الكي بي تساوي الكي بي نوت؟ لما كي اي اس سي شرطه تساوي صفر. شايفها ولا مش شايفها؟ القوس اللي فوق في المعادله اللي فوق دي في الصفحه اهي، لما القوس اللي في المقام ده كي اي اس سي شرطه بيساوي صفر، يبقى اذا في الحاله دي كي بي هتساوي كي بي نوت. طب وازاي لما كي اي اس سي ده بيساوي صفر معناها ايه؟ يعني معناها الدي بوبيوليشن للتريبلت عندي هتكون خلال مين؟ ثرو مين؟ ثرو الفوسفورسنس بس، لان انا عندي خطين بيهدوا، حاجتين بيهدوا تي 1 التريبلت اللي هي الانترنال الانتر سيستم كروسنج داش والفوسفورسنس. يبقى والله لو انتر سيستم كروسنج داش ده بيساوي صفر، يبقى اذا التريبلت دي مش هيحصل لها دي بوبيوليشن غير على ثرو مين؟ الفوسفورسنس. يبقى في الحاله ديت لازم ايه؟ كوانتم ييلد بتاع الفوسفورسنس هيساوي كوانتم ييلد بتاع ايه؟ التريبلت. تمام؟ يبقى لما يجي يقول لك اشرحها يبقى ايه؟ يعني كان بالعرض اللي كاتبها لك تحت ايه؟ كل ما التريبلت 1 كل اللي بيتملى في التريبلت تمام؟ يتحول الى فوسفورسنس. كل اللي بيتملى بالتريبلت تمام؟ بيتحول الى فوسفورسنس. يبقى في الحاله ديت كوانتم ييلد في بتاع الفوسفورسنس هيساوي كوانتم ييلد لايه؟ للتريبلت. ما تنساش القانونين اللي حطيتهم لك على ايدك الشمال، ان كي اللي هم القوسين، بيشرح لك القوسين اللي فوق في المعادله دي ليه القوسين دول بيساوي ليه الترم اللي بين قوسين ده بيساوي كي اف، والترم اللي بين قوسين في المقام ده بيساوي كي بي. فبيفكرك هنا عشان هنا قانون كي اف بتساوي كي اف نوت زائد كل اذر دي كي اوف اس 1، والكي بي بتساوي كي بي نوت زائد كل الاذر دي كي. انا ما عنديش غير كي اس اي داش هي دي كي بتاعت التي 1 اللي عندي. طيب ندخل بعد كده بقى تالت حاجه عندي، الايه؟ الريت كوفيشنت اوف ريديت بروسيس. انا بس هبص هل انا حطيت ماشي مظبوط. يبقى كده نمره بي اللي هي بتاعت الفوسفورسنس، ونمره سي بتاعت الريت كوفيشنت اوف نون ريديت بروسيسز. ممكن الواحدة تيجي في الامتحان مش لازم يقول لك اعمل لي الانترا، ممكن يجي لي الانترا كلها على بعض، ممكن تجي لي الفوسفورسنس لوحدها، ممكن تجي لي الفوسفورسنس لوحدها، ممكن يجي لي الريت كوفيشنت اوف نون ريديت. اول حاجه بيقول لك حاجه جميله، ما اقدرش اقول ذا كاينيتكس اوف انترنال كونفيجن او الايه؟ الكاينيتك بتاعت الانتر سيستم كروسنج. ليه؟ لان ما بعيناش عمليا، لان اصلا عمليه نان راديتف يعني ما بتعينش عمليا، ولكنها ملحقه على العمليتين اللي فاتت اللي هي الفلورسنس والفوسفورسنس. يبقى هنا بقول ايه؟ بقول ذا ريت كوفيشن اوف نان راديتف بروسيس. هما ثلاث حاجات، الانتر سيستم كروسنج، انترنال كونفيجن، والانتر سيستم كروسنج داش. طيب ريحنا، اول حاجه ريحنا قال لك غالبا، ويعني ايه ان كي اي اس بتاعت بتساوي تقريبا كي اي اس داش، يعني الانتر سيستم كروسنج اللي بيملى التريبلت زي تقريبا انتر سيستم كروسنج اللي بيعمل تفريغ للتريبلت. يعني دي كده ايه؟ كتر خيره، يبقى احنا حلينا اول مشكله. طيب تاني بقى واحد عايز اعينه الانترنال انتر سيستم كروسنج كي اي اس سي. طب ده يتعين ازاي؟ بنفس الافكار، بنفس الطريقه، كوانتم ييلد للعمليه هيساوي الريت بتاعت العمليه على الريت بتاعت الايه؟ الاكسيتيشن، اللي هي طبعا المفروض بروسيس 1 اللي هي الريت بتاع بروسيس 1 على الريت بتاع بروسيس 4 على الريت بتاع بروسيس 1. يعني انت تكتب جنب كلمه بروسيس ذا ريت اوف بروسيس 4 على الريت اوف بروسيس 1. طيب البروسيس 4 ليه؟ عشان هي السكه الوحيده عشان تملى التريبلت، يبقى هي لازم اخد البروسيس 4 على البروسيس ايه 1. طيب وقلنا قبل كده ان الفاي تي ديت يمكن تعينها بجهاز الاي اس ار. طيب يبقى انا اذا لو عملت بنفس الدريفيجن، انا بقى دي سايبها لك تعملها انت، وعوض عن اس 1 بقيمتها اللي هي بتاعت الاستيدي ستيت، هتطلع لي فاي تريبلت بيساوي كي اي اس سي على كي اف اللي هو بيتعين عمليا. طب نشوف نفكرك بيه عشان خاطر لو انت شاكك، هتعوض في المقام ايه؟ يبقى فاي
تي اللي هي فايت تريبلت بيساوي الريت بتاع 4. طب تعالى افكرك الريت بتاع 4 اهو فين اهو، نطلع نجيبوه من فوق. الريت بتاع 4 اهو اللي هو بيساوي ايه؟ كي اي اس سي في الاس 1، كي اي اس سي في الاس 1، والاس 1 دي فين؟ اهي الاس 1 عندك اهي بتساوي القانون ده اهو، اس 1 بتساوي اللي عندك على الشاشه القانون ده. يبقى انت عندك اس 1 وعندك الريت بتاع بروسيس ايه؟ 4. طيب هعمل بيهم ايه بقى؟ اخد الريت بتاع بروسيس 4، وطبعا الريت بتاع بروسيس 1 بيساوي كي ابسوربشن مضروب في الاس نوت مضروب في ايه؟ في الاتش نيو، اللي هو لازم كده كده يتشطب من المقام اللي انا قلت لك عليه هيتشطب. طيب هعوض عن الاس 1 بالطريقه اللي احنا عملناها سيدي ستيت، هتطلع لي الفاي تريبلت بيساوي كي اي اس سي على كي اف، كي اف دي عمليا والثانيه بتعين بالجهاز الاي اس ار عمليا، اذا اقدر اعين كي بتاع الاي اس سي. نقدر اعين الكي بتاع الانترسيسيف كوز. اخر حاجه الكي بتاعت الانترنال كونفرجن، القانون عندي اهو كي اف بتساوي مجموع الثلاثه، اول واحده عينتها عمليا واخر واحده عينتها عمليا، يبقى اذا اقدر اعين انترنال كونفرجن. ممكن تاخد صوره ثانيه اخد المقلوب بتاعه، تاخد صوره ثانيه عشان تدي القانون يعني، يبقى برضك اخدت المقلوب بتاعهم واخد كل التاو اف اللي في المقام كطرف، هيطلع كي انترنال كونفرجن بيساوي 1 ناقص كوانتم ييلد فوسفورسنس زائد كوانتم ييلد، لا سوري 1 ناقص كوانتم ييلد فلورسنس الى فاي اف زائد كوانتم ييلد للتريبلت على تاو اف خلاص. يبقى انا كده عينت يا جماعه كل الايه الخمس حاجات او الست حاجات اللي هم عينت كي اف نوت وكي بي نوت، وقلت ان كي اي اس سي بتساوي كي اي اس سي داش وعيناهم، وعيننا كمان الانترنال كونفرجن، يبقى انترنال كونفرجن يبقى كلهم خمسه، يبقى احنا كل عيناه ايه؟ خمس ثوابت، فلورسنس، فوسفورسنس، انتر سيستم كروسنج، انترنال كونفرجن، انتر سيستم كروسنج. تمام؟ طيب ندخل بقى بعد كده بقى في الجزء الثاني، ذا كاينيتكس اوف انتر موليكولر. انتر موليكولر يبقى انا جات لي في الامتحان انتر، هتحلها انتر، خد بالك، يبقى ركز قوي، اللي فات كله انترا واللي جاي ده ايه؟ انتر موليكولر. انتر موليكولر يعني جزيء مع جزء. طيب ذا كاينيتكس اوف انتر موليكولر بروسيس، هنا دي بيسموها كوينشنج بروسيس، وبرده ودي بنوصل للمعادله بتاعت شتيرن فولمر ريليشن. كوينشنج بروسيس يعني واحد ايه بيعطل الثاني، زي بالظبط كنا تجربه الهيدروجين بروكسيد، بيقول لك بنحط السلفوريك اسيد ككوينشنج يعني عشان يفرمل، اتفق، مش هيقدر يوقفه تماما، بيعملوا كونشنج يعني ايه؟ يبطئوا يفرملوا يعني. طيب هنقرا هنا بقى الجمله دي، ذا بريزنس اوف كونشر اللي هو الاكسبتور اللي بياخد الانرجي من الدونر، يبقى ذا بريزنس اوف كونشر اللي هو الاكسبتور ريكوايرز ان احنا لازم نضيف للجدول ايه؟ اللي هي المعادله رقم 5. خلي بالك لما ادفع الجدول بتاع مين؟ بتاع الفلورسنس، يعني اذا انا لو جايب لك الجدول الثاني بتاع الفوسفورسنس هتبقى دي معادله رقم 7. فاحنا بناخد طبعا السهل عشان يعني ايه؟ اللي هيتفاهم في السهل هيطبق على ايه؟ الحاجه اللي اصعب بعد كده. يبقى اذا هنخليها في الجدول السهل اللي هو الاربع حاجات اللي كانوا عندي قبل كده، مش لازم اطلع اوريهم لك، تعرفهم بتاع الفلورسنس، وهنحط نمرة 5 اللي هي بقى الجديده اللي هي الانرجي ترانسفير اللي هي كوينشي. هنا هيبقى السنجل بتاعت الدونر زائد اس نوت جراوند بتاعت الاكسبتور هيديني جراوند الدونر زائد ايه؟ اكسايتد للاكسبتور. هنا بطبق القانون بتاع الريت كونستانت بيساوي كي كيو كوينشنج الريت كوينشنج مضروب في الاس 1 بتاعت الدونر مضروب في الايه؟ ايه طبعا مش لازم احط اس نوت عشان ما تتلخبطش، تقول الاس نوت دي بتاعت مين؟ فهنا بيجي على تركيز الاكسبتور، هنا على تركيز الاكسبتور، وكتب اس نو اس 1 يعني كان ممكن يكتب لك كي كيو مضروبه في الدي في الاي. طب وليه خلاها اس 1؟ عشان هيعوض عن اس 1 من اللي احنا جبناها قبل كده بتاعت الاستيدي ستيت، عشان يعوض على الاس 1 بالاستيدي ستيت. طبعا ما يقدرش يكتب لك كي كيو مضروب في الدي في الاي، الاي ديت خلاص بتاعت الكونشر تركيز الاكسبتور، لكن الاس 1 عشان هعوض عليها بعد كده هطبق الاستيدي ستيت. طيب الكي كيو ده يا جماعه ده بيسموه الباي موليكولر ريت كوفيشن، عشان عندي انتر موليكولر يبقى ده اسمه باي موليكولر ريت كوفيشن فور ذا كوينشنج بروسيس. هنطبق الاستيدي ستيت للاس 1 نفس الطريقه، الاستيدي ستيت هتتكون بايه؟ مفيش غير كي ابسوربشن في الاس نوت في الايه؟ في الاتش نيو. طب والدي كي بتاعها بايه؟ بالثلاثه القدام
زائد الجديده اللي هي كي كوينشال مضروب في الايه، في التركيز الاكسلتر، يبقى الترم ده كي كيو في الايه ده اللي زاد عندي. طيب يبقى الكوانتم ييلد بتاع الفلورسنس بيساوي ايه؟ يساوي نفس القانون اللي هي الريت بتاع بروسيس اللي عندي على الريت بتاع الاكسيتيشن. طيب هنعوض، يبقى الكوانتم ييلد للفلورسنس بيساوي كي اف نوت. ايوه خد بالك بقى، على الكي اف على الجديده اللي عندي اللي هي كونشر مضروب في الايه؟ ده الترم اللي زاد عندي. ده الترم اللي زاد عندي. طيب يبقى الكوانتم ييلد للفلورسنس حاطط لك نوت فوق كده، عاملها في قوس ونوت فوق، دي مش موجوده في الكتب الرمز ده. يعني انا حاطه بس عشان تبقى فاهم، اللي هي لها نوت كده فوق دي اختصار للكوانتم ييلد للفلورسنس ان ابسنس اوف كونشر. يعني ده في غياب الايه؟ كونشر. يعني انت لو تيجي فتحت الكتب مش هتلاقي المنظر ده، انا عامله لك بس كده بين قوسين ودايره فوق عشان تبقى فاهم ديت في الابسنس اوف كونشر. طيب يبقى كوانتم ييلد ديت اللي خدناها قبل كده، اللي هو كوانتم ييلد للفلورسنس بيساوي كي اف نوت على الكي اف، دي خدناها قبل كده. طيب والكوانتم ييلد في حاله الكونشر بيساوي ايه؟ كوانتم ييلد في حاله الكونشر اللي هو هيساوي تعويض اللي هي المعادله بتاعت الاس 1، هتعوض بيها بدل الاس ايه؟ بالاس 1 اللي كانت من غير كونشر. طيب لما هتقسم دي على دي طبعا المقام هيتشال اللي هو بتاع كي ابزوربشن في الاس نوت في الاتش نوت هيتشال. تمام؟ وانت عوضت على الاس 1 بالايه؟ باللي هي موجوده على الشاشه دي اللي هي دخل فيها معادله الكونشر. يبقى لما اقسم الاثنين على بعض هتطلع ايه؟ هتطلع واحد على اساس الكي اف نوت على الكي اف نوت هيبقى بواحد. واحد زائد كي كونشر على كي اف في الايه. ممكن كده بالمنظر ده تبقى انت مش فاهم جت ازاي، هتعملها انت هتعوض عليها بالارقام حبه حبه. يعني انت لما تيجي تقسم كي اف نوت على كي اف مقسومه على اللي فوق عندي اهيت، الكي اف نوت على كي اف زائد الترم الزياده اللي هو كي كونشر مضروب في الايه. هتيجي تقسمها هتطلع لي اشترن فولمر ايه ريليش. تمام، انا كاتب لك هنا يعني لو انت عوضت عن تركيز الكونشر الاي دي بصفر هتطلع لك الحاله اللي هي في ابسنس اوف كونشر. يعني ممكن تتعمل بالطريقه دي، يتعوض بالطريقه دي. طيب يبقى المعادله دي بتاعت شتيرن فولمر دي لازم اكون فاهمها كويس جدا، ان تركيز الكوانتم ييلد في حاله عدم وجود الكونشر وفي وجود الكونشر بيساوي 1 زائد كي كيو على كي اف مضروب في تركيز الايه؟ الاكسبتور اللي عندي اللي هو كونشر. طيب هنا بقى هيستفيد من المعادله دي في ثلاث حاجات. بيقول لك بقى بيكوز اوف او بيكوز الفلورسنس، شده الفلورسنس واللايف تايم دول بيتناسبوا مع كوانتم ييلد الفلورسنس. طبعا الشده بتتناسب والزمن بيتناسب مع الفلورسنس. يبقى انا ممكن اقول ايه؟ ان كوانتم ييلد في حاله الابسنس اللي هو لسه موجود اهو فوق عندنا في اعلى حته في الصفحه، الكوانتم ييلد في الابسنس على كوانتم ييلد الكونشر ده اللي هو اصلا انا اعطيته الرمز فاي اف نوت على فاي اف، ده ممكن يساوي الاي اف نوت اللي هو الانتنسي بتاعت شده الفلورسنس في عدم وجود الكونشر على الاي اف في وجوده، او يساوي التاو اف نوت على التاو اف. لازم افهم كويس جدا يا جماعه ان في فرق بين التاو اف نوت اللي تحت ديت وتاو اف نوت اللي هي الايه؟ اللي فوق. التاو اف نوت اللي فوق ديت خدناها قبل كده اللي هي ناتشرال لايف تايم. اما تاو اف وعملناها بين قوسين ديت اللي هي اللايف تايم اوبزيرفد لايف تايم ان ابسنس اوف ايه؟ كونشر، في غياب الكونشر. المعادله دي بقى لما انا استفيد من الجمله اللي فوق ديت، المعادله دي تاخد صور كتيره، ممكن تاخد اول صوره اهي عندنا اهي. يبقى الفاي اف نوت على الفاي اف كوانتم ييلد الفلورسنس على الكوانتم ييلد الفلورسنس في وجود الكونشر بيساوي اي اف نوت على اي اف بيساوي تاو ده بيساوي دي صور مختلفه للمعادله. الترم كيو كي كيو على كيو على كي اف الترم ده بيسموه كي كابيتال اس في اللي هو ايه؟ شتيرن فولمر كونستنت. ممكن اخد المقام اللي هو كي اف واسميه تاو اف نوت اللي هو بتاع الايه؟ لايف اوبزيرفد لايف تايم في حاله ابسنس اوف كونشر. يبقى دي كده صور كتيره للمعادله اللي عندي. ممكن بقى ارسمها بياني، ممكن ارسمها بياني. لو انا خدت المعادله اللي هي عندي واحد على تي اف اهي
هي اللي جنب على طول جنب الكيرف، لازق في الكيرف على طول، اللي هي اخر معادله في الصفحه. لو رسمت واحد على تي و اف مع تركيز الكوينشر، اه تركيز الكوينشر عشان يبان في، مش باين في الصوره هنا طبعا، محور اكس عندي اللي هو تركيز الكوينشر محور اكس، تمام مش باين في الصوره. يبقى لو رسمت واحد على تي و اف مع تركيز الكوينشر هيطلع لي حسب المعادله ديت، الاسلوب عندي بيساوي الكي كيو، والانترسبت عندي واحد على تي و اف نوت، واحد على تاو اف، لان لو عوضت بتركيز الكوينشر بصفر يبقى ايه؟ الواحد على تاو اف بيساوي واحد على تاو اف، تمام. يبقى دي صوره مره جبناها في امتحان رسم بياني، مساله برسم بياني حطيت داتا وجات له رسم بياني تقريبا سنه 2014. طيب ممكن تاخد صور ثانيه، ما انت هتبص للمعادله اللي فوق دي، ما انت عندكش غير المعادله اللي فوق اللي هي دي، تاخد صوره ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي ثاني معادله، ثاني معادله من تحت، تاو اف نوت كمحور واي هرسمها مع تركيز الكونشر، اهو تاو اف نوت على تاو اف كونشر رسمتهم على بعض، الانترسبت عندي هيساوي واحد اهو زي ما انت شايف المعادله اللي هي اللي فوق دي تانية واضحه يعني، واخد بالك؟ ومع تركيز الكونشر سواء ايه او كيو، يعني ما تشغلش بالك تركيز اكسبتر او تركيز الكونشر، طلع لي خط مستقيم الانترسبت بتاعه بواحد عشان تركيز الكونشر لما بيساوي صفر يبقى الاثنين بيساوي بعض، وبيقدر يجيب منه ايه؟ اقدر يجيب منه كي شتيرن فولمر. طب ممكن تاخد صوره كمان بالايه؟ بشده التيار، يعني كلها صور نفس المعادله موجوده عندي بس دي بتدي صور مختلفه. طب ودي فائدتها ايه؟ فائدتها جات لي مساله زي دي اهي. طيب تاو ديت في يجي واحد يقول لي طب فين تاو في ابسنس اوف كوينشر؟ اهي عندك اللي هي 6 سكند مضروبه في 10 اس ناقص 7، خلي بالك عشان ايه لو جات لك مساله تبقى فاهم كل القيم دي مضروبه في 10 اس ناقص ايه 7، يبقى دي علاقه بين التركيز. هي جت مساله اعطيك تركيز واعطيك التاو، طب انا استعمل انه رسمه اهي، الرسمه بتاعتي اهي اللي هي دي، عندي تي اف فلورسنس في ابسنس وتي اف في وجود الكونشر، عايز تقسمه على بعض يبقى الانترسبت بواحد ماشي، وعندك تركيز الكوينشر عندك هترسمها بياني وتجيب لي منه الكي كوينشر. بيقول لك ديترمايز كوينشنج ريت، عاوز كي كيو، عاوز الكي كيو. طب اهو يبقى انا عندي بص الرسمه اللي عندي هرسم علاقه بين تاو اف على تاو اف كيو، يطلع لي خط مستقيم الانترسبت بتاعه واحد والميل بتاعنا بيساوي كي كيو على كي اف، لو بيساوي تاو اف على كي كيو. طب نقرا كده المساله بسرعه، زي المولكيول دوت بيكون كومبلكس مع دوت ودوت بيدينا ايه شويه تفاصيل ماشي، اذا من اول الخط بقى هي دي لو جت لي في الامتحان مش هكتب لك القصه الاولانيه دي، هبتدي على طول ذا كوينشنج اوف كومباوند دوت ان اسيتك سوليوشن تعين ايه عند ايوه ميجرنج ميشن لايف تايمز ات كذا ويفلينج ديترماين ذا كوينشنج ريت كونستانت فور ذا رياكشن، عاوز الكونشنج، عاوز ايه؟ الكونشنج، يا اما انت هترسم رسم بياني تمام وتطلع الميل عندك يساوي تاو اف في الكيو اللي هو علاقه بين الايه؟ التاو اف في ابسنس وتاو اف في وجود الكونشر بيساوي تاو اف مضروب في الكي كيو. ديترمينز الكونشنج ريت كونستانت ايه فروم ذا فولوينج داتا. طيب طبعا لازم هيكون طالبها هيكون عندي تاو اف تاو اف اللي عندي، يعني انت عاوز الايه دي تاو اف نوت هي عن تركيز صفر، تركيز اللي هو الايرون هيدروكسيد ده تركيزه صفر اللي هي تعتبر ان ابسنس اوف كوينشر، والتاني اللي هما التركيزات التانية في وجود الكوينشر، وعندي التايم اللي موجود. يبقى انا اكيد هنا لازم يكون عاطيني الايه عشان انا حاسب هنا المعادلة، لازم يكون عاطيني ايه من الكي اشتيرن فولمر، بيكون عاطيني قيمة الكي اشتيرن فولمر زي ما هنشوف المسألة اللي جاية، بيديني كي اشتيرن فولمر وبيديني انا بطلع كي اشتيرن فولمر وبيديني تاو، بيديني تاو اف ويقول لك احسب منها الكي كيو زي المساله اللي موجوده هنا، عشان طبعا انا قاصص ديت قاصص المساله فايه مش هتلاقي موجوده فيها الجزء بتاع التاو اف، حبان بقى في المساله ديت عشان انا بيضها دي حبان اهي،
الفلورسنس بتاع الصوديوم اتوم فروم 2 بي ستيت جراوند ستيت از ريديوسد ايه هاف بيقل النص اف ذا انتنسيتي بريزنت ايه عاطيني التركيز 2 من ايه 1000 ده التركيز إيه لازم بص اهي اف ذا لايف تايم بتاع الاكسايتد كده في ابسنس اوف كونشر بيساوي كده يبقى لازم يديني التاو مين التاو اف نوت فهنا الحل المسألة ايه بيقولك بيقل للنص يعني اذا الاي اف نوت على الاي اف بتساوي 2 عشان بيقل للنص يعني التاني قده يعني كأنه 1 على نص يديني 2 والتركيز عندي تاو اف هيبقى 10 اس ناقص 7 سكن دي اللي كنت بدور عليها تاو اف دي لازم يديها لي بيساوي 10 اس ناقص 7 سكند يبقى كي كوينشر عندي عوض في المعادلة يبقى 2 هتساوي ايه المعادلة اللي هي عندك بتاعت الشدة اهي عشان ما تجيش اهي المعادلة اللي هي بتاعت الاي ايوه اهي ايوه المعادلة دي اللي هي المعادلة اللي فوق تحت كلمة تخصصور مختلفة يبقى الاي اف نوت على الاي اف ب 2 هتساوي 1 زائد طبعا التركيز الاي عندي ب 2 من 1000 1 زائد كي كيو على كي اف كي اف دي اللي هي تاو واحد على كي اف بيساوي تاو اف وتاو اف هنا ايه عطاني تاو اف هنا عطاني اللي هي تاو اف بيساوي ايه 1 من 10 مايكرو سكند يعني 10 اس ناقص 7 سكند يبقى تعويض مباشر خلاص يبقى المسائل اللي هنا ايه ممكن تيجي لك مباشره او ممكن تيجي رسم طيب هناخد بقى جزء تطبيق على الايه تعيين كي كيو دي لها فايده اكيد لها فايده هنا بيشرح حاجه بيقول لك ذا فاليو اوف كي كيو اللي هي بتقيس قد ايه كفاءه الانرجي ترانسفير بتقيس كفاءه الانرجي ترانسفير دي بتعتمد على فرق الطاقه بين الدونر والاكسبتور يعني انا دلوقتي هثبت دونر عندي هثبت الطاقه بتاعت التريبلت بتاعت الدونر ثابته وليكن مثلا ماده اسمها باي ايستاين تمام وهجيب كذا اكسبتور مختلفين لهم تريبلت انرجي مختلفه وابتدي اشوف سرعه كي كيو عندي او عين ثابت اللي هو كي كيو عندي لايه؟ لكل تفاعل. هلاقي حاجتين التفاعلات الكيميائيه عندي يا اما بتبقى اسمها ديفيجن كنترول يا اما اسمها اكتيفيشن كنترول. يبقى انا كده عشان ايه تبقى الصوره واضحه التفاعلات الكيميائيه بتنقسم عندي يا اما اكتيفيشن كنترول زي ما موجوده اهيت يا اما ايه ديفيجن كنترول. يعني ايه بقى ديفيجن كنترول؟ يعني ايه اكتيفيشن كنترول؟ ديفيجن كنترول يعني ايه ماده ايه هتتفاعل مع ماده بي ماده ايه هتتفاعل مع ماده بي طيب الماده ايه لازم تروح الاول تاخد زمن عشان يحصل لها ديفيوجن توصل لها تاخد زمن وبعد كده بيحدث التفاعل طب افرض دلوقتي التفاعل سريع جدا 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 بحيث ايه مفيش زمن للتفاعل يعني زمن التفاعل بينهم ده ايه حاجه مفيش خالص يبقى اذا ايه هو الخطوه البطيئه خطوة بطيئة في التفاعل ان المادة ايه توصل للمادة بي يبقى عشان كده بيسموها ديفيوجن كنترول الخطوة البطيئة مين؟ الخطوة البطيئة اللي يوصل له لكن التفاعل بينهم ما بياخدش وقت يبقى كل الصعوبة عندي ان المادة ايه توصل للمادة بي عشان كده بيسموها ديفيوجن كنترول يعني في حاجة اسمها ريد ديترمين ستيبل اللي هي الخطوة البطيئة انا بدي اياها مثلا بشبهها مثلا ايه ترماية سريعة وقدامها ترماية بطيئة الترماية السريعة ديت مهما كانت سرعتها مش هتقدر تعدي الترمايه البطيئه، مين اللي بيتحكم في سرعه الترمايه الثانيه السريعه اللي هي الايه؟ البطيئه اللي ماشيه قدامها. تمام؟ هي دي تعتبر الخطوه اللي بتحدد سرعه اللي وراها، مش هيقدر ينط من ايه؟ من فوقيها ويعدي. تمام؟ يبقى دي الخطوه اللي بيسموها ايه؟ اللي هي الريد ديترمين ستيب. نفس الكلام هنا، يبقى الخطوه اللي عندي اللي هي البطيئه ايه؟ اللي هي الديفيوجن كنترول. الديفيوجن كنترول ده اللي هو الخطوه البطيئه اللي بتحدث عندي. يبقى اللي هي يوصل الماده ايه او توصل الاكسبتور للدونر. طب انا هعملها ازاي؟ بعمل بقى حركه هنا جميله جدا وهنشوفها بالارقام. هناخد ماده واحده مثلا زي الباي استايل ده هنفترض الانرجي بتاعته كانت 50 تمام؟ الانرجي بتاعته مثلا 50 كيلو جول بير مول اللي هي الانرجي بمستوى الليفل بتاع التريبل بتاعي زي ما موجوده كده رسمه تقريبيه للي ايدنا ايه الشمال ايدنا اليمين. يبقى ده مستوى الطاقه بتاع التريبل بتاعت الدونر واخد اغير الاكسبتور كل ما طاقه الاكسبتور الليفل بتاع الانرجي ليفل بتاع التريبل بتاع الاكسبتور هيبقى قليل صغير يبقى فرق الطاقه ده ايه
فرق الطاقة بين الدونر والاكسبتور هيبقى فرق طاقة كبير. فرق الطاقة كبير يعني اذا هتبقى سرعة التفاعل عندي سريعة يعني. واخد بالك انت مثلا ما فيش واحد بيقع مثلا من على ايه سجادة، لان اصلا الاتنين في نفس، لكن ممكن واحد يقع مثلا من الدور التالت او الرابع يعني. كل قصدي ما كان في فرق كبير بين المستوى اللي هيتنقل ليه للمستوى اللي هو الجراوند، كل ما يكبر يبقى السرعه اكبر. تمام. فانا لازم ايه لما اجي اطبق يعني هنا الفرق الطاقه بين الدونر والاكسبتور كل ما يكون كبير يبقى سرعه التفاعل هتبقى سريعه. يبقى مين اللي هيوقف التفاعل؟ اللي هيوقف التفاعل الديفيوجن، هو الخطوه البطيئه. يعني التفاعل سريع جدا يبقى حاجتين، احنا قلنا التفاعل بيعتمد على حاجتين، انتقال ديفيوجن وتفاعل والاكشن بين الايه والدونر والاكسبتور هو بيديله الانرجي. طيب الخطوه بتاعه الفرق الطاقه كبير، يبقى اذا التفاعل ده هيبقى سريع جدا. امال بقى مين اللي هيبطئه؟ اللي هيبطئه اللي هو الديفيوجن. طب نقرا الكلام ده كده عشان خاطر الصوره ايه تبقى واضحه. In this case delta E donor acceptor is large، فرق بينهم كبير. عشان الفرق يبقى كبير يبقى ايه؟ لازم يكون الانرجي بتاعه الاكسبتور هتكون ايه؟ صغيره زي الرسمه اللي موجوده على الايدنا اليمين زي ما قلت. So the rate of quenching اللي هو كي كيو is corresponding to the rate at which the molecule diffuse through the solvent medium. يعني اذا الخطوه البطيئه عندي ان الايه او الدونر يوصل للاكسبتور، دي الخطوه البطيئه. اما التفاعل فايه؟ مش هياخد وقت. انا هعطيها طبعا مثل، هو طبعا مش صح اللي مكتوب بس يعني ايه للتقريب، ان عشان ايه الصوديوم مثلا يتفاعل مع الميه ما بياخدش وقت، بس اهم حاجه ايه الصوديوم يوصل للميه. فاللي مبطئها ايه وصول الصوديوم للميه، لكن التفاعل بينهم ايه ما بياخدش وقت. طبعا ده مثال يعني انا عارف ان هو مش دقيق بس يعني ايه للتقريب، يعني ان الصوديوم عشان يتفاعل مع الميه يبقى اللي موقف العمليه ايه انه يوصل له يوصل للميه، لكن كتفاعل مش هياخد وقت. فهنا هيعملوا تجربه جميله جدا، هيقول لك باي تشوزنج ان اكسبتور هاز انرجي ليفل سفشنت بلو ذا دونر، يعني قليل كتير من الدونر. هياخد كذا سيستم هيثبت الدونر مثلا هيخليه هنا باي استايل، وهيغير تركيزات الايه الاكسبتور. لو كان عندك فرق كبير جدا الكي كيو بتاعت الكونشر دي ممكن توصل تبقى هي بتاعت كي ديفيوجن. يعني ايه؟ الخطوه البطيئه عندي او الخطوه اللي بتمثل سرعه التفاعل ان هو يوصل له. هو يوصل له. هبان من الرسم اللي كمان شويه دلوقتي. يبقى في الحاله دي اقدر اعوض بالكي كونشر بيساوي كي ايه؟ كي ديفيوجن. طيب الكي ديفيوجن لها قانون. الكي ديفيوجن لها قانون اللي هو بتاع قانون مين؟ اسمها موديفايد ديباي ايكويشن. بيقول لي كي ديفيجن بيساوي 8 ار تي على 3 في ايتا مضروب في 1000 ايتا مول ماينس 1. طبعا التمييز ده بتاع الايه السكند ايه اوردر رياكشن. تمام. يبقى كي ديفيجن ده ممكن يتعين نظريا، كي ديفيجن بيساوي 8 ار تي على 3 ايتا في 1000 ايتا دي الفيسكوستي. طيب يبقى انا ممكن اعين الكي ديفيجن ده نظريا. وجدوا بقى ايه؟ وجدوا ان اقصى سرعه ان الكي ديفيجن ده بيمثل الحد الاقصى كي ذا ديفيوجن ريت كوفيشنت ريبريزنت ذا التيميت ابر لايف تايم ذا التيميت ابر ليميت فور ذا ريت اوف باي مولكيولار رياكشن. يعني ده يمثل الحد الاقصى لاي تفاعل ايه عندي. تمام. طب معلش يا جماعه هكمل الجزء بقى دوت. احنا دلوقتي بنقول عندنا حالتين، في ديفيوجن كنترول وفي اكتيفيشن كنترول. ديفيوجن كنترول لما الريت تكون سريع جدا 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 وكل اللي معطل للسرعه اللي هو بس الدونر يوصل للاكسبتور. في عندنا القانون بتاع دي باي بتاع دي باي ايكويشن بيقول لنا ان كي ديفيوجن بيساوي 8 ار تي على 3 ايتا في 1000. ده نظريا بيحسب الكي ديفيوجن. كي ديفيوجن ده اللي هو يعتبر اقصى، هنا زي ما هنشوف ده الحد الاقصى لاقصى التفاعل ايه باي مولكيولار رياكشن. يعني المفروض نظريا اقصى تفاعل عندي في الاورجانيك عند روم تمبريتشر 4 في 10 اس 10، اللي هي مكتوبه عندنا قال لك بتاخد قيم من 1 في 10 اس 10 ل 4 في 10 اس 10.
حد الاقصى عندي يعني المفروض ما فيش تفاعل باي مولكيولر اكشن يعدي 4 × 10^12، يعني ما بيطلعش. ليه؟ لان ده كده معناه ان التفاعل بين الدونر والاكسبتور ما بياخدش زمن، وكل عمليه واقفه على ان الدونر يوصل للاكسبتور. خلاص، يبقى ده كده ايه اقصى سرعه تفاعل عندنا، اللي هو كي كونشر يبقى 4 × 10^10. تمام. الحاله الثانيه اكتيفيشن كنترول، ان التفاعل اصلا الاي يوصل للبي بس ما بيتفاعلوش، زي بالظبط حديد وبيصدي، يعني الميه وصلت للحديد بس التفاعل ايه مش شغال، بطيء جدا. يبقى مش عاملين بقى ان الزمن يوصل للاي يوصل للبي، لا، ده عمليه ان يحدث بينهم تفاعل. في الحاله دي هتبقى كي ديفيوجن هي الكبيره طبعا، عشان الكي ديفيوجن دي لما يوصلوا لبعض، يبقى الكي ديفيوجن في الحاله دي هتبقى اقوى كتير جدا من كي كونشر. يبقى كي كونشر هنا صغيره عشان مش عمليه ان يوصلوا لبعض، لا، ده عمليه تدفع. اوضح الحته دي تاني عشان بس نبقى فاهمين. كي كيو دي بتطلع عندي انا، ما اعرفش التفاعل هل هو ديفيوجن كنترول ولا اكتيفيشن كنترول. طيب ببص لقيمه الكي كيو، لقيتها كبيره بتساوي كي ديفيوجن، يبقى في الحاله ديت التفاعل عندي ديفيوجن كنترول. لقيتها صغيره جدا من كي ديفيوجن، يبقى التفاعل عندي اكتيفيشن كنترول. يعني انا اللي بعينه كي كيو وبحسب الكي ديفيوجن نظريا، واشوف علاقه الكي كيو بالكي ديفيوجن. لقيتهم قريبين من بعض، يبقى التفاعل ديفيجن كنترول. لقيته صغير جدا، يبقى التفاعل عندي ايه اكتيفيشن كنترول. طب ازاي اعمل الكلام ده عمليا؟ الرسمه اللي عندنا على ايدنا اليمين اهو، في منطقتين، خد بالك من محور اكس، الاي تي دي ديت اللي هي التريبلت بتاعه الاكسبتر، انا مثبت بتاعه الدونر، بتاعه الدونر عند النقطه دي، وباخد كذا سيستم للاي تريبلت بتاعه الاكسبتر. طيب لما الاي تريبلت بتاعه الاكسبتر تبقى صغيره خالص، يبقى اذا فرق الطاقه اللي بين الدونر والاكسبتر كبير، يبقى التفاعل سريع. عشان كده بتطلع لي منطقه نمره 1 اللي هي ديفيوجن كنترول. طبعا اللي بياخد اللوج ليه؟ عشان ما يبقاش القيم عندي ب 50,000 60,000 70,000، لا، ده ناخد اللوج وامشي بنظام ايه 1 1 ونص 2 وهكذا. طيب يبقى انا دلوقتي هاخد قيم ايه تريبلت للاكسبتور صغيره جدا، يبقى فرق الطاقه بينه وبين الدونر اللي هي النقطه اللي حاططها، فرق الطاقه كبير، يبقى التفاعل سريع، هتديني منطقه نمره 1 اللي هي ايه اكتيفيشن، اللي هي ديفيوجن كنترول. فرق الطاقه صغير جدا، يبقى التفاعل بطيء جدا، يبقى في الحاله دي اكتيفيشن كنترول. يبقى انا مثبت الطاقه بتاعت الباي استايل، وايه باخد كذا سيستم مختلف له قيم مختلفه من الايه اللي هي التريبلت ستيت بتاعه الاكسبتور، وبشوف سرعه، بعين الكي كونشر عمليا واشوف قيمتها، هل هي قيمتها قريبه من كي ديفيجن عشان يبقى ديفيجن كنترول، ولا صغيره جدا عشان تبقى اكتيفيشن كنترول. طيب يبقى انا كده عرفت عندي حالتين، ديفيجن كنترول وديفيجن كنترول. لقوا بقى حاجه غريبه، ممكن نقرا الجزء ده حتى عشان بيقول لك ات لو انرجي اي تريبلت، يبقى الفرق في الطاقه بتاعنا كبير، يبقى التفاعل عندي ايه ديفيجن كنترول، اللي هي المنطقه اللي عندي اللي مرسومه نمره 1. ولو كان فرق الطاقه صغير يبقى التفاعل عندي بطيء، ويبقى تبقى منطقه رقم 2. لقوا بقى حاجة غريبة، ودي تبقى الحتة اللي أنا كنت قايل لكم في المحاضرة اللي فاتت، هنشوف أدلة على اللونج رينج انرجي ترانسفير. أنا لما كنت بدي في المحاضرة التالتة قلت إيه، في أدلة هنقولها لكم، إن التفاعل في شورت رينج انرجي ترانسفير، في لونج رينج انرجي ترانسفير. لما جيت عند الحتة بتاعت لونج رينج انرجي ترانسفير قلت في أدلة هتثبت لكم ده. الأدلة بقى هي في الحتة دي، إيه هي بقى الأدلة؟ إن أنت دلوقتي لقوا في تفاعلات ان قيمه الكي كونشر اكبر من الكي ديفيوجن. طب انت كنت لسه بتقول لي دي ادنى الابر ليميت، الحد الاقصى يطلع 4 × 10^12، ما يقدرش يعدي ده الحد الاقصى. لا، لقوا بقى في بعض الحالات ان لا كي كونشر اكبر من كي ديفيوجن. طب ازاي؟ قال لك في احتمالين، يا اما التفاعل بيكون عن طريق دايبول دايبول انتراكشن، اللي هي عباره عن لونج رينج ميكانيزم، يعني ايه؟ قبل ما الاي يوصل للبي من على بعد يحدث التفاعل. ما هي اللونج رينج انرجي ترانسفير بيقول لك كده، ان المسافه بتبقى 100 انجستروم، يعني ايه؟ قبل ما يوصل الدونر للاكسبتور حدث التفاعل، قبل ما يوصلوا لبعض يحدث تفاعل بعيدا، وليس لما ايه يقابلوا بعض، يعني ما خدش كمان وقت للديفيوجن، يبقى هو لا كنترول ولا ديفيوجن، ما خدش وقت للديفيوجن.
اسرع كمان من الديفيوجن، الاتفاق تم قبل ما يوصل له. يبقى يا اما عن طريق الميكانيزم بتاعت لونج رينج ايكولوجي ترانسفير، يا اما بقى الصوره الثانيه ان هو التفاعل بين ايه؟ مادتين لهم شحنات مختلفه، يعني في حاجه بتزود سرعه الديفيوجن. يعني المفروض يوصل له مثلا فرضا في 10 اس ناقص 5 سكند. لا ده في شحنات موجبه وسالبه بتخلي زمن الوصول اسرع من الايه؟ من الوضع اللي هو من غير ايه؟ ايونات. يعني حاجه بتزود سرعه الايه؟ الدونر عشان يوصل للاكسبتور. يبقى هنا لما قيمه الكي كوينشر تطلع اكبر من كي ديفيوجن، يبقى عندي سكتين، يا اما لونج رينج ميكانيزم، يا اما عن طريق الدونر والاكسبتور لهم شحنات مختلفه، عشان كده سرعه الديفيوجن عندي ايه؟ بتزيد. طيب وهنا اعطينا امثله للموضوع ده، اعطينا اهو هتلاقي الريت كونستانت كي كونشر طلع بكام؟ واحده هنا 2 في 10 اس 11، يعني عدت 4 في 10 اس 10، وهنا في 3 كمان في 10 اس 11، يعني زادت عن الايه؟ زادت عن قيمه الكي ديفيوجن. اعطينا مثال للدونر والاكسبتور، وجايب لك على ايدك اليمين في خالص في الاخر اللي هي رمز الروبرين. ماده الروبرين ديت يا جماعه عباره عن 5 و6 و11 و12 تترا فينايل، مش نفسالين، لا نفسالين اللي هو يعني اثنين نفسالين ماسكين في بعض. والبريلين ده عباره عن 5 حلقات بنزين بالمنظر اللي قدامك. يبقى انا كده نفسي بس ايه بقى الحته ديت عشان خاطر احنا كنا فصلنا المحاضرتين عن بعض عشان خاطر يكون في حاجه. فهنا كاتب لك الكي كونشر دي هعينها عمليا خلاص اللي كنت بعينها في المسائل، واشوف قيمتها. والله قيمتها بتساوي كي ديفيوجن اللي بتحسب نظريا من دي باي ايكويشن، طلعت اتنين زي بعض، يبقى خلاص يبقى اتفاق ديفيوجن كنترول، يبقى اتفاق سريع جدا. والعمليه كلها اللي معطله مين؟ ان الدونر يوصل للاكسبتور. وقلت اثبتت الكلام ده ازاي؟ باخد سيستم اكسبتور له اي تريبلت تكون صغيرة بحيث يبقى في فرق كبير بين الدلتا اي دونر اكسبتور، ويبقى في الحالة ديت التفاعل بيبقى سريع جدا، ويبقى كي كيو بتساوي كي ديفيوجن. الحالة التانية يبقى فرق الطاقة صغير، فرق الطاقة صغير يعني ايه؟ يعني ايه بتاعت التريبلت بتاعت الاكسبتور تبقى قريبة من اي تريبلت بتاعت الدونر اللي هو الباي ستايل. زي ما قلت لك مفيش حد بيقع من الحصيرة او محدش بيقع من السجادة عشان فرق الطاقة صغير جدا، فبالتالي ديت التفاعل هيبقى ايه؟ اكتيفيشن كنترول، يعني بيوصلوا لبعض بس فرق الطاقة بينهم صغير جدا، فالتفاعل بطيء جدا زي بالظبط مثال ايه؟ الصدى المية مع الحديد. المفاجأة بقى ان في احيانا بيطلع كي كونشر اكبر من كي ديفيوجن، يعني طب انت بتقول الحد الاقصى كي ديفيوجن اسرع كمان من ان هم يوصلوا لبعض، يعني التفاعل تم قبل ما يوصلوا لبعض. اه في احتمالين، يا اما باللونج رينج ميكانيزم يعني ده بيتفاعل قبل ما يوصل له، يا اما في حاجه بتزود سرعه الديفيوجن زي ايه؟ تفاعل بين مادتين مختلفين الاشاره بين اوبزيت شارج اند ريت انهانسد باي كولومبيك اتراكشن. وعطيت اكزامبل لكده الثلاث مواد اللي هم بتاع الدونر والاكسبتور اللي عندنا. يبقى احنا كده الحمد لله، ودي كده بقى مساله اهو جت في زمان في ايام زمان في الامتحان، بيقول لك ذا كونشنج اوف فلورسنس بتاع الماده ديت مع الماده دي هي ايه؟ استادد باي الراجل اللي اسمه كذا، وجد ان كي شتيرن فولمر بكذا والتاو اف بكذا، عاوز يحسب كي كونشر، يبقى القانون على طول كي شتيرن فولمر بيساوي كي كونشر في التاو. قدرت اطلع كي كونشر طلعت بكام؟ ب 2.86 في 10 اس 10، واحسب الكي ديفيوجن نظريا طلعت ب 6 و6 في 10 اس ايه 9. طيب مين اللي اكبر؟ كي كونشر هنا اكبر. طيب الكي كونشر الاكبر يبقى ايه؟ ده تفسير، يا اما التفاعل بيتم بلونج رينج انرجي ميكانيزم، يا اما بقى التفاعل هو بين مادتين واحده موجبه واحده سالبه زي ما انت شايف تحت اهو. الفيروس هيكسا سيانايد عليه اربع شحنات سالبه، والروبرين باي بريدين عليه شحنتين موجبتين، فالتفاعل بين موجب وسالب، عشان كده الكي كونشر اكبر من الكي ديفيوجن. احنا كده خلصنا يا جماعه الشابتر بتاع الكاينتيك او الكاينتك وفوتو فيزيكال بروسيس. هندخل في اخر شابتر بقى اللي هو بتاع الليزر، وانا بقول اهو عشان لو ما لحقتش نديه في المحاضره ده كده اهو، انا هحاول اديهولكم وهختصر منه عشان ده علينا مقرر اهو. هنا بيتكلم الليزر ديت، الليزر ديت يا جماعه ستيميوليتد ايميشن، يعني ايه؟ يعني الايميشن مش سبنتونيوس زي اللي هو الفلورسنس والفوسفورسنس، ده كان سبنتونيوس
لا التاني ستيميليتد، يعني كلمه ليزر دي اختصار لايه؟ لايت امبليفيكيشن باي ستيميليتد ايميشن اوف راديشن، اخذ الحرف الاولاني من كل كلمه لايت امبليفيكيشن باي ستيميليتد ايميشن اوف راديشن، ودي كده اختصار كلمه ليزر. وزمان ما كان بيتعمل على مايكروويف، عشان كده كان زمان بيسموه ميزر، اختصار ايه؟ مايكروويف، يعني مايكروويف امبليفيكيشن باي ستيميليتد ايميشن اوف راديشن، يبقى عندي ليزر وعندي ميزر. طيب باختصار كده يا جماعه، ان في حاله الليزر ده بتعمل اكسايتيشن وتستنى الستيت عندي السنجل ديت اس 1 اللي بعد ما حصل اكسايتيشن تستنى تحتفظ بوقت طويل الاس 1، ما انا كاني مخزنها، كاني عامل اكسايتد ستيت ومخزنها، وقت ما عاوز ليزر اعمل عليها ستيميوليتد، يعني اديها ضوء او اديها طاقه بحيث تخرج الاكسايتد ستيت دي تنزل الجراوند وتستفيد بالطاقه اللي طالعه كمان، يعني كاني انا مخزن واحده، مخزن مثلا خمسه وهديله طاقه بخمسه، الاقي اللي طالع لي كام؟ 10، خمسه كانوا متخزنين وخمسه اللي انا حطيتهم عندي. فهنا كاتبها لك، هتبقى يقول لك هنا ستيميوليتد ايميشن فينومينا اكسايتد ستيت دروبس تو ذا جراوند ستيت بايه؟ وين فوتون اوف ذا سيم فريكونسي انتر اكت ويز ذا سيستم، لازم نفس الفريكونسي، يعني دي اول حاجه، يبقى انا ممكن اتحكم في الفريكونسي اللي انا عاوز اطلعه بالفريكونسي اللي انا بعمل له ستيميوليشن. تمام؟ انا كده بختصر، طبعا الكلام ده يعني ايه؟ عباره عن خواص الليزر، مش عايز اطول فيه، لكن اللي انا عاوز اوصل له ان خواص الليزر هنا اللي هم تلات حاجات دول، يبقى دي اهم حته بالجزء اللي فات ده كده، يعني ايه؟ مقدمه للليزر. بعد كده بيتكلم على في تلات حاجات مهمين جدا في خواص الليزر. It is very broadly defined frequency، يعني الفريكونسي بتاعي دقيق جدا، مثلا 3345 و 4 من 10، يبقى دقيق جدا، عشان كده حتى واحد بيعمل عمليه في العين مش بديله بقى اي طول موجي، انا ببوظ له عينه، لا ده انا بحدد اللي هي الطول الموجي اللي هو السليم اللي انا محتاجه بالظبط عشان يوصل للشريان بالظبط او الشعيرة الدمويه بالظبط، يبقى انا ايه هنا بقدر اتحكم في دقه الايه الاميتد ويف لينث راديشن. تاني حاجه بيبقى كوهيرنت، او عندي خواص ستاندنج ويف، يعني القمه مع القمه والقاع مع القاع، يعني ايه بتقويها، مش مثلا الاستيميوليتد طالعه في نفس الفيز بتاع الايه الاميشن، فعشان كده الاثنين بيتحدوا، عشان كده بقول لك ايه، لو انا كان مخزن خمسه بديله خمسه بيطلع لي 10، عشان الاثنين ستاندنج ويف في نفس الايه في نفس الايه البلين وفي نفس القمه مع القمه وقاع مع قاع، يعني بيقووا بعض، اللي هي كاتب لك ستاندنج ويف كونديشن، ستاندنج ويف كونديشن. تمام؟ وبعدين الحته الثالثه بتبقى كوهيرنت، يعني اقدر اجمعهم على بعض كوهيرنت. طيب انا يعني هنا اعطيك مثال رسمه، العادي اهو اكسايتيشن وبيطلع في اي وقت، فلوسنس فلوسنس في اي وقت، لكن بص بقى للثاني اهو عملت اكسايتيشن ومش هينزل غير لما اديله ستيميليتد يطلع بالاميتد، يبقى ده الفرق بين الرسمه اللي فوق واللي تحت، ان الثاني ايه بديله ستيميليتد راديشن فبيطلع الاي ايميشن. طيب يعني انا الجزء اللي فات ده كده يعني ايه معلومات ليك بالعربي، من ايه ما تجيش في امتحان مش حاجه اقول لك سمع لي بقى الخواص بتاعت الليزر تقول لي 1 2 3، لا يعني كان ايه ممكن الرسمه دي يعني تبقى فاهم الفرق بين الرسمتين، لكن انا يعني الجزء الصفحه اللي فاتت دي يعني ايه معلومات ليك. اللي يهمني بقى ازاي دلوقتي، الجزء اللي يهمني ازاي انا اطلع الليزر، او من اول هنا فيرست اللي هو بيقول لك اللي هي الحته اللي عندها ثلاث نجوم دي، ان انا عندي تو كونديشن عشان يطلع عندي ليزر، لازم اعمل حاجتين. يوم بقى الكلام المهم اللي هو ايه؟ انا لازم يكون اعمل بوبيوليشن انفيرجن واعمل ريزونانس كونديشن. بوبيوليشن انفيرجن يعني ايه؟ يعني انا لما بعمل اكسايتيشن مثلا كان عندي 100 جزيء موجودين في الجراوند في الاس نوت، عملت اكسايتيشن بيطلع 5% 7% بيحصل لهم اكسايتيشن و93% بيبقوا ايه في الجراوند ستيت. لا انا عاوز في الليزر بقى اعمل حاجه اسمها بيبوليشن انفيرجن، يعني ايه؟ يعني الاكسايتد ستيت تبقى اكتر من الجراوند ستيت، يعني بالظبط كان عندي شجره مقلوبه. شجره مقلوبه يعني ايه؟ يعني في الارض او في الجذع تحت في الارض يبقى رفيع ويطلع كبير بالعكس، دي مصدر الشجره.
اسمها بوبيوليشن انفيرجن. مالي بالعكس. طب ازاي؟ في معدل بلتزمان اهي قدامنا بيقول لك ال ان اي اللي هي عدد الجزيئات اللي هي في صوره الاكسايتد بالنسبه لعدد الجزيئات في الجراوند بتساوي ايه اس ناقص اتش نيو على كي تي. الجزء ده لو انت تبص له لازم ال ان اي تبقى اصغر من ال ان اي نقط. يعني لو كان درجه الحراره ما لا نهايه، مش هقول لك مثلا 10,000، لا ما لا نهايه، هيبقى ايه اس ناقص واحد هيتنين هيساووا بعض. يعني اقصى حد من لو انا عملت التردد ما لا نهايه بتردد صغير جدا صفر، يعني الطاقه ما لا نهايه روف لينس صفر يعني خد بالك، او ان درجه الحراره يعني عشان تبقى واحد على كي تي درجه الحراره ما لا نهايه، عشان واحد على كي تي يبقى بصفر يبقى الاس بواحد، اي اس صفر هتبقى بواحد، يبقى في الحاله دي الاثنين هيساووا بعض. لكن ده مش عاوز كده بس، ده انا عاوز كمان ان اي تبقى اكتر من ان نوت. يعني خد بالك عشان يطلع ليزر لازم يكون عدد جزيئات في الاكسايتد ستيت اكتر من الجراوند. طب الكلام ده نظريا يجي ازاي؟ ما المفروض نظريا عمره ما يحصل، هزود الحراره مش هينفع، هزود التردد برضه مش هينفع. طب امال ايه بقى؟ في ثلاث طرق هنا هناخدهم، طبعا في طرق ثانيه مختلفه بس احنا بناخد ثلاث طرق. ايه هي؟ اول حاجه فيزيكال سيباريشن اوف مولكيولز بريزنت ان اتش ليفل. يعني ايه؟ هنقولها كده بالعربي والكلام اللي عندك بالانجليزي هتقراه براحتك. انا دلوقتي عندي امونيا هعمل لك سيتيشن، طلع الاكسايتد 1% يبقى فوق في الاكسايتد 1% وتحت 99. طبعا كده مفيش بوبيليشن انفيرجن، 1% فوق تحت 99% تحت. طيب امال ايه بقى؟ لو انا مسكت الشعاع دوت الامونيا وعديته في انهوموجينيوس ليكتريك فيلد، مجال غير كهربي غير متماثل. يعني ايه بالظبط؟ معلش في اللفظ، لو كان عندنا مثلا ايه قطيع من الماشيه، لو انا مشيتهم كده بالراحه كلهم هيمشوا في نفس الاتجاه، لكن لو طلع لهم ثعلب مثلا هتلاقيه يتفرقوا، السريع هيخش في ناحيه والغلبان يعني ايه هيمشي في ناحيه ثانيه وهيبقى بطيء، ده اللي هيحصل. يبقى اذا لما هعمل لهم حاجه تفرق بين الشاطر او الاكسايتد واللي مش والجراوند هيتفرقوا، لكن لو انا ماشي سنه 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 في المجال الكهربي كله هيمشي بنفس الاتجاه. فده اللي حصل، انا عندي شعاع في جزء صغير جدا جدا اكسايتد وجزء ايه في الجراوند. لما هدخله في الهوموجينيوس الكتريك فيلد هيتقسموا اثنين، هيتقسموا اثنين، جزء بارت 1 في الاكسايتد وبارت 2 في ايه الجراوند. طب الاكسايتد ده نسبه الاكسايتد فيه كام في الميه؟ يعني كام في الميه؟ المفروض 100% لان هو كله اكسايتد. يعني اذا انت عملت بوبيليشن انفيرجن، انت واخد بالك؟ يعني انا دلوقتي عندي اكسايتيشن عادي 99% 1%. طب انا لو فصلت ال 1% ده لوحده هيبقى نسبه الاكسايتد فيه كام؟ هتبقى في 100%. واضحه؟ يعني انا فصلت الاكسايتد عن اللي هو ايه؟ الان اكسايتد. طيب نسبه بقى الاكسايتيشن في الجزء اللي فصلته اكسايتد هتبقى 100%. يبقى هنا حصل بوبيليشن انفيرجن، ده بيسموها ايه؟ فيزيكال سيباريشن اوف مولكيول بريزنت ان اتش اي ليفل. دي كده اول طريقه. تاني طريقه ممكن حاجه بالداي ليزر. لو انا جبت مركب زي ده مليان ان باي ستار وباي باي ستار وزي منظر انت شايفه ده اسمه ايه؟ رهين دايامين 6 جي. مركب زي ده مليان الاف او يعني زي ما انت شايف كله باي باي ستار وان باي ستار، وعملت له اكسيتيشن جبت محلول مركز وحبذا لو سخنته شويه وعملت له ايه؟ اكسيتيشن. كل النقط باي باي ستار والان باي ستار اللي حصلها اكسيتيشن دي كلها لما تيجي تنزل الجراوند كلها هتصب في مين؟ هتصب في الاس 1. في الحاله دي هيطلع بيبيليشن انفيرجن، ده الداي ليزر، ده الداي ليزر. يبقى بيبيليشن انفيرجن كان اتشيفد if more than two energy level are involved and subjection the sample اللي هو ليزر ميديم to intense excitation to general arrangement energy level known. لا دي معلش سوري، دي في اكزامبل 3 انا بقرا معلش اللي تحت بتاعت اكزامبل 3 خلينا في الاكزامبل 2. هو ان large poly atomic organic molecule dissolved in solution they exhibit broad structure. لسه هعطيك السبكتر بتاعتها. طيب due to the large number of vibronic transition، عشان لو انا عندي زي باي باي ستار باي ان ستار كتير جدا، the absorption and emission spectra of the dye molecule
بتاع المادة ديت باينة. أيوه intense بقى هي من الأول هنا intense excitation of concentrated solution اللي هي في الدايلة في الميثانول produce very high population in vibrionic level of S1. زي يعني أنا قلته بالعربي، لو أنا هعمل excitation لمحلول مركز للصبغة دي في الميثانول، ولو كمان شوية بيقول لك تحت هيت if some thermal excitation associated with the high light excitation، ده هيديني وضع الايه البيبريشن انفيرجن على اساس ان عندي كذا باي باي ستار كذا ان باي ستار كلهم هيحصل لهم فيبريشن ريلاكسيشن. ويا ريت تفتكروا كلمه فيبريشن ريلاكسيشن اللي انا نبهت عليها في المحاضره اللي فاتت، ان في نفس الالكترونيك ستيت كله بينزل من الفيبريشن ليفل العالي للايه الفيبريشن ليفل الصغير، يعني ما بيحصلش ده غير في الالكترونيك ايه ستيت. دي الحاله الثانيه اللي هي دايليزر. الحاله بقى الثالثه، معلش اللي انا كنت بقراها من شويه بدل ما نعيدها يعني نكملها وكده، اللي هي اسمها ايه 3 اند 4 ايه ليزر. اهو في عندي 3 انرجي ليفل ليزر سيستم وفي 4 ليفل زي الرسمه اللي عندنا اهي. انا بعمل اكسايتيشن من 1 ل 2 وثلاثة، ده ميتا ستيبل يعني كأنه بالظبط بإيه بيحوش الإيه الجزيئات اللي هتتنقل ليه في كونديشن معينة مش علينا وما بناخدهاش بتخليه يحتفظ بالإيه بالجزيئات اللي هي الإكسايتد. والله الكلام ده لو في نفس الجزيء بيسموه 3 ليفل 1 2 3. لو كان عندي انرجي ترانسفير من مولكيول لمولكيول آخر زي بالظبط حالة النيون والهيليوم، بيحصل انتقال طاقه من النيون للهيليوم، ده بيسموه ايه 4 ليفل انرجي 4 ايه انرجي ليفل ليزر سيستم زي اللي موجوده تحت. يبقى لو كان في نفس الجزيء بيبقى 3 ليفل، اما لو كان جزيء بيدي طاقه للجزيء الاخر زي مثلا جهاز ليزر بيبقى ده 4 ليفل. طيب بنبص هنا هنلاقي في حاله ال 3 ليفل زي حاجه اسمها روبي ليزر اللي هو ليزر احمر اللي هو بتبقى بطارية لما يكون واحد بيدي محاضرة ولا حاجة أو واحد بيعاكس حد مثلا بتلاقي نقطة إيه نقطة مركزة. لو كانت بطارية عادية الضوء بينتشر، يعني واحد بيولع كشاف على الحيطة كل الحيطة هتنور، لكن ميزة إن الليزر بيبقى كوهيرنت وبيبقى إيه. يعني أنا فاكر زمان كانوا بيسلط ليزر على القمر كان بيدي دايرة قطرها كيلو واحد بس، دايرة قطرها كيلو واحد يعني إيه كوهيرنت، يعني بتبقى بدليل ان الراجل لما بيمسك البطاريه اللي هي الضوء الاحمر بتاع لما بيشاور، لما يكون مثلا واحد بيعمل عرض محاضره ولا عرض حاجه فبيشاور بالايه بالباونتر بيبقى ايه نقطه، ما بيجيش مثلا الضوء يفتح لا نقطه حمراء مركزه، فده بيسموه روبي ليزر اللي هو عباره عن الومنيوم اوكسايد ومعاه مطعم ببعض الكروميوم تركيزه 5% كروميوم اللي هو الكروم بيدي ضوء احمر اللي هو ضوء الياقوتي احمر ياقوتي. والتاني الاكزامبل بتاعه اللي هو جاز ليزر اللي هو النيون والهيليوم بيبقى بيدي بيعمل اكسايتيشن للنيون اهو اف هيليوم نيون ان هيليوم نيون ليزر الهيليوم اتوم هو اتش ار انشال اكسايتد، يبقى انا بقى بعمل اكسايتيشن لمين للهيليوم وبيدي. يمكن انا قلتها في الشرح قبل النيون هو اللي بيدي، لا لو الهيليوم هو اللي بيحصل له اكسايتيشن وبيدي طاقته يحصل له انرجي ترانسفير لمين للنيون، يبقى جزيء بيدي طاقته لجزيء. دي كده اول حاجه بابيليشن انفيرجن. يبقى انا كده عشان اجاوب السؤال ايه هو البابيليشن انفيرجن، في عندي ثلاث طرق، يا اما فيزيكال سيبريشن يا اما الضي ليزر يا اما الايه الجاز ليزر او اللي هو الروبي ليزر اللي هو 3 او 4 انرجي ليفل ليزر سيستم. ممكن يقول لك قارن بين ال 4 وال 3 او ممكن زي السنه اللي فاتت لما قلت له ما هي البوبيليشن انفيرجن واديني مثال طبق الكلام ده على مثال مثلا داي ليزر، يبقى انا كده عرفت يعني ايه بوبيليشن انفيرجن. تمام. تاني حاجه بقى اللي هي ايه اللي هي امبليفيكيشن اوف ستيميليتد ايميشن. بعد ما عملت اقوي بقى الشعاع اللي عندي، لو انا كده اوريك الرسمه اللي عندي اخر حاجه عندي الرسمه ديت اهو ليزر ميديم بعمل له اكسايتيشن وحاطط هنا مرايه وهنا مرايه، المرايه اللي على ايدي الشمال دي بتعكس 100% الضوء بيخبط فيها بتتعكس، والضوء اللي يتعكس يرجع يخبط في الليزر ميديم، يعني ايه كانك بتعمل بامبنج اثاره وتسيبه. واحد بيولع مثلا اللي هو بتاع الروبي ليزر
بتولع البطارية، بتعرفش تقعد ضغط عليها على طول، انت ممكن بتدي الاول طاقة وهي تكمل مع نفسها. ازاي؟ اهو يخبط في المراية اللي على ايد الشمال دي، بتعمل هاي ريفلكتنج ميرور، تدخل في الليزر ميديم تعمل له اكسايتيشن تاني، وتيجي في المراية التانية اللي هي ايه بارشالي ترانسميتنج ميرور، يحصل ايه جزء يعدي اللي هو الليزر اللي طالع وجزء يرجع تاني، عشان تبقى ايه بيسموها ريزونس كونديشن، رايح جاي رايح جاي. هي دي المقصود بكلمة ريزونس كونديشن، اللي انا بعمل ايه اكسايتيشن، بعد ما عملت اكسايتيشن بحطها في كونديشن معينة، بحيث يبقى ايه يحصل عملية، مش مثلا اول ما يطلع الليزر خلص يبقى انتهى الموضوع، لا رايح جاي رايح جاي، يبقى كانه بين مرايتين، واحدة بتعدي شعاع الليزر والتانية بتعمل ريفلكشن للايه للشعاع اللي طلعت. يبقى انا كده عشان بس جزء الليزر لو راح ملحقش يدي في المحاضرة، يبقى احنا كده مركزين ان هو كل اللي يهمني، انا مش هكلمك بقى على الخواص بتاعته دي، بتقراها يعني ايه عشان تبقى تطلع عليها يعني واخد بالك، وبعدين بتركز معايا في حاجتين عشان اعمل المقارنة دي، بتهمني طبعا الرسمة الصغيرة دي. بقول عشان اعمل ليزر محتاج حاجتين، بوبيليشن انفيرجن وريزونس كونديشن. يبقى انا جالي قال لك انت افرض ان انت عاوز تعمل ليزر، ايه هو التو كونديشن؟ هتقول لي بوبيليشن انفيرجن او وزائد ريزونس كونديشن. ممكن بقى يجي يقول لي دي بسؤال بس على البوبيليشن انفيرجن، تيجي تقول له في ثلاث طرق، في طريقه الامونيا للفصل ديت، يا اما بالداي ليزر او بالثري والايه 3 اند 4 انرجي ليفلز ليزر سيستم. بس كده. وانا بس قبل ما يعني اخلص احب انبه ان المنهج مش بس على قد الجزء اللي اتشرح، عشان ما حد يجي يقول لك المنهج كله عباره عن مثلا اربع خمس ساعات، لا طبعا ده مركز، واحنا في حاجات تانية ممكن بنزودها في المحاضره عشان نوصل المعلومه للطالب. ومتشكر جدا، وكل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.